برحب بحضرتك معنا في صدى البلد، بخاصه ان انت قدمتي عرض بوتوكس. عايزاك تكلميني عن حضورك النهارده ومشاركتك في المهرجان. يعني اولا انا سعيده كثير باني انا موجوده الحمد لله في هذا المهرجان العريق، مهرجان المسرح الدولي التجريبي للمسرح. سعيده كثير اني مشاركتي تم اختيارها من 300 عرض، وقدمت العرض الحمد لله ومثلت بلدي 9/9/9 في مسرح الهناجر القريب من هون. سعادتي يعني لا توصف انه انا موجوده بهذا المهرجان. خلينا نحكي عن، لانه حكينا عن الافتتاح، خلينا نحكي عن الختام. أنا بعتقد أنه كل من شارك في هذا المهرجان العريق، 20 دولة، 10 دول عربية و10 دول أوروبية ومنهم 3 على الهامش، كلنا فائزين. مجرد وصولنا لهذا المهرجان بهاي الدورة 31، إذا كلنا فائزين. إنما فيما بعد لجان التحكيم إلها رأي خاص، إلها رؤية خاصة. رح نبارك لكل أي حدا بيفوز، رح نبارك له، رح نكون محبين، لأنه بعتقد إنه المسرح بلم وبيجمع. الفن بيجمع على فكرة، ما بيفرق، وما رح نخلي الجوائز تفرقنا. كل من شارك هو فائز، ومن فاز طبعا هو أكيد يستحق. وشكرا لكل القائمين على هذا المهرجان برئاسة الدكتور طبعا المفكر الرائع دكتور سامح مهران على هاي الدورة المميزة، الكتيبة اللي معه مديرة المهرجان الدكتورة دينا أمين وأيمن الشيوي، كل اللجنة العليا، كل اللجنة المنظمة بالأوتيل اللي موجودين حتى في العلاقات العامة والموجودين في المسارح. وخلينا نحكي عن الناس اللي الكواليس، صدقا من هم في الكواليس في كل المسارح، ترفع لهم القبعات بطاقة شكر ومحبة بحجم نبضة خشبة المسرح، لأنه لولا هؤلاء ولولا مساندتهم عن جد، وأنا براقبهم في كل العروض، شكرا لهم، شكرا لكل الإداريين، لكل حد، حتى شكرا لكم أنتم، شكرا لمصر اللي بتعودنا دائما على الفرحة والبهجة والحياة في خضم ظروف كتير صعبة. مع هيك بنقول عاش المسرح، عاش المسرحيين، يعيش المسرح، يعيش المسرح ويعيش الفنانين، بالحب والسلام والأمان دايما يا رب. عايز ارجع لعرض بوتوكس، حقق نجاح جامد قوي، عايز اعرف حضرتك استعدتي له ازاي؟ يعني هو بيتكلم عن علاقه الرجل والمراه ازاي بقى، لان حضرتك ما شاء الله متعدده المواهب، فظبطتي كل ده ازاي؟ ظبطت ده انا لي مشروع مسرحي بتبعه من 2010، من لما بدات اخرج. انا لي 30 سنه ممثله، قررت لما اعمل مشروع الشخصي اني انا اعمل، ابدا من الفكره، اعمل انا الممثله، انا المخرجه. انما ممكن يعني اذا كانت مونودراما طبعا وان مان شو، طبعا هي ممثل واحد، انما هنا انا اخذت دويتو معي ممثل، معي كمان يعني فريق. انا لازم نقول متعدد المواهب، لانه الحمد لله انا تحولت من، اصبحت مخرجه، انا بالاصل ممثله ومخرجه، وانا بجرب في اعمالي اني انا لست مؤلفه، انما انا اكتب نص العرض، نص الخشبه يبدا من الفكره دراماتورجيه، فبالتالي ببني عليها من خلال المختبر المسرحي، بضع جسدي، بضع الممثلين، بضع حتى الموسيقي، حتى الفنيين، حتى اللي بيعملوا ديكور، كلنا اضعهم في مختبر مسرحي حتى احنا نعطي كل شيء حقه، فبالتالي بتلاقي المنظومه متشابهه ضمن رؤيه المخرج. طبعا كل شيء في مكانه بيطلع صح، والحمد لله انه انا يعني استطعت انه من اكثر من عمل اثبت، من سليمة لادرينالين لبوتوكس العمل القادم بيت ازاز على نفس المنهج. عايزين نكمل العمل القادم بقى بيت ازاز يتحدث. انا جربت على فكره في سليمة، جربت شباب وبنات اجداد، في ادرينالين اخذت مونودراما، في بوتوكس جربت دويتو. ساعمل على عمل له علاقه بالنساء، انما لا يتحدث عن قهر وظلم المجتمعات، عمل النساء عن بيت برناندا ألبا يتحدث عن قمع المراه للمراه والقمع من الداخل، هم بيكبلوا حالهم وهم بيقمعوا حالهم، مش بالضروره يكون القمع ياتيك من الخارج، احيانا بيكون في الداخل.